بسم الله الرحمن الرحيم. شعب مصر العظيم، أيها الشعب الأبي الكريم، أتحدث إليكم اليوم زي ما دايما أنا حريص وأعتقد أن أنتم بتبقوا دايما محتاجين تسمعوا مني. لما يكون في مشكلة أو يكون في أزمة، اتعودنا على أن احنا نتكلم بصراحة وبشفافية، وده في إطار الشراكة اللي بيننا، بين مسؤول وبين شعب. لأن احنا كنا قلنا قبل الانتخابات ان المسؤولية اللي موجودة والتحدي اللي موجود تحدي كبير ومسؤولية كبيرة قوي، وانا ما اقدرش من غيركم ولا الحكومة من غيركم تقدر تحل المسائل دي وتجابه المشاكل والتحديات اللي موجودة في بلدنا. أنا بتكلم تحديدا على أزمة الكهرباء اللي بدأت يوم الخميس اللي فات. أزمة كانت كبيرة، ودي يمكن تاني مرة في تاريخنا الحديث، يعني في خلال 30 سنة اللي فاتوا، يحصل موضوع زي كده. الكلام ده حصل مرة في التسعينات، ودي المرة التانية. حجم كبير من محافظات مصر بما فيها القاهرة واسكندرية أصيبت بأزمة الكهرباء وتأثرت بيها بشكل كبير. طب خلوني هتكلم كلام دايما مش فني قوي، لكن هيوصل لكم حجم المشكلة لكل الناس، مش بس يعني ممكن المتخصصين يبقى فاهمين أكتر من كده وشايفين بتفاصيل أكتر من كده، لكن أنا بحاول أكلم كل المصريين. حدود الأزمة بتاعت الكهرباء هي الكهرباء مرفق من مرافق الدولة، وبيعاني زي ما كل مرافق الدولة بتعاني، بيعاني من عدم مجابهة مشاكله من سنين طويلة فاتت. خلونا أكون أكثر يعني تفصيلا، بقول إن الكهرباء اللي بتوصل لنا في البيوت وفي المصانع هي عبارة عن محطات لتوليد الكهرباء، سواء كانت المحطات دي السد العالي أو محطات أخرى بتشتغل بالوقود للغاز أو المازوت أو السولار أو بالطاقة الشمسية اللي هي الطاقة المتجددة. دي هي المحطات اللي بتولد لنا الطاقة اللي احنا بنستخدمها في حياتنا، بتقوم بنقلها لينا شبكة ضخمة جدا جدا، من أول مناطق، من أول السد العالي لغاية بيوتنا ومصانعنا وأي حاجة بتستخدم الكهرباء. دي الشبكة اللي بتوصل لنا الكهرباء دي. كل ده بيتربط بمحولات ومحطات عشان تقدر تسيطر وتنظم العمل ده. طيب هل احنا خلال السنين اللي فاتت قدرنا ان احنا نطور الشبكة مع تطور انتاجنا؟ لا، خلونا نتكلم بشكل اوضح. هل احنا طورنا انتاجنا للكهرباء بنفس مطالبنا حاجتنا؟ احنا محتاجين قد ايه؟ عملنا الكهرباء، عملنا محطات تكفي عشان تغطي مطالبنا؟ ده ما حصلش. طيب الشبكة بتاعتنا، الشبكة اللي بتنقل الكهرباء، الشبكة ديت اتحدثت واتطورت هي ومحطات التحكم عشان تبقى تجابه ده؟ لا، ما حصلش. طيب ليه ده ما حصلش؟ عشان من غير ما يعني التمويل المطلوب لده تمويل كبير. خلينا اكلمكم على اللي احنا عايزينه دلوقتي. لو احنا عايزين نعمل تطوير يخلينا نجد انتاج من الطاقة مريح لينا ومفيش فيه مشاكل بالشكل اللي احنا شايفينه ده، باختصار احنا بنتكلم في 130 مليار جنيه. ليه 130 مليار جنيه؟ احنا بنقول في خلال الخمس سنين اللي جايين عايزين كل سنة نضيف مش اقل من 2500 ميجا من الطاقة. انا بقول كلام قريب من الواقع، ممكن يزيد سنة ويقل حاجة صغيرة،
لكن انا بحاول احطكم معانا معايا في الصوره. هو ده الواقع. طيب يعني الخمس سنين عايزين قد ايه؟ بحسبه بسيطه كده يعني في حدود 12,000 ميجا. طيب دول يكلفوا قد ايه؟ دول يكلفوا 12 مليار دولار. 12 مليار دولار، لان كل ميجا او كل 1000 ميجا بتتكلف مليار دولار. وبالمناسبه بقى كل محطه من دي عايزه وقود كل سنه ب 700 مليون دولار. ب 700 مليون دولار. انا بقول لكم الكلام ده ليه؟ لان لا يمكن الامور هتمشي وتستقيم ونقدر نحل مشاكلنا من غير ما نبقى عارفينها اولا، نعرفها ثم قادرين ان احنا نحلها. فانا بتكلم في اطار الاول ان احنا نبقى عارفين حجم المشكله. بنقول احنا محتاجين 12 13 مليار دولار عشان الاربع خمس سنين اللي جايين يبقى اللي احنا عايزينه من الكهرباء يتوفر. طب خلينا نتكلم في السنتين اللي احنا اول سنتين دول، منهم السنه ديت اللي احنا بنتكلم فيها. يعني احنا عايزين 2500 ميجا، يعني عايزين 2.5 مليار دولار يعني نتعاقد عشان ندخل المحطات ديت عشان الطاقه دي تخش. احنا بذلنا جهود مع مستثمرين وبنتحرك في ده عشان نوجد التمويل اللي ممكن يغطي المطلب اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي. انا بتكلم على محطات الكهرباء. طبعا المستثمر عايز يشتري، يضمن اول ان احنا نشتري منه الكهرباء دي ثم نشتريها منه بثمن، هذا الثمن يكون مناسب ليه تجاري، يعني يحقق له ربح، لان هو بيحط فلوس عشان يجي له منها عائد. واحنا متحركين في ده، لكن بقول هو عايز يبيع الكهرباء او يشتري الكهرباء مننا، احنا نبيعها بكام هو مش مسؤول عن ده، لكن هو معني انه يبيعها لنا بالثمن التجاري اللي هو الثمن الحر اللي هو الثمن اللي يجزي بناء المحطه دي. غير كده محدش هيجي لنا يشتغل معانا ولا يبني لنا ولا يستثمر فلوسه عندنا في مصر. طيب يعني المحطات ممكن نشتغل عليها ونعمل الامر ده خلال الفتره اللي جايه واحنا شغالين على كده. لكن خلي بالكم احنا بنتكلم كمان عشان الشبكه تستطيع ان تتحمل الانتاج الجديد وتبقى متطوره، تستطيع انها تناور، يعني من غير ما اخش في تفاصيل كتير، لما بنلاقي شارع الحركه فيه مقفوله بنقول خش الشارع ده ناور. يعني باختصار احنا بيبقى محتاجين نعمل في المجال ده وفي الحركه دي وفي مسارات الطاقه بتاعه الكهرباء شغل زي ده ببساطه خالص. فالشبكه لازم تكون قادره على انها تعمل ده وتتحمل ده وتتحمل الزياده اللي هيتحط عليها. كمان محطات التحكم الالكترونيه ديت لازم تكون متقدمه وحديثه قوي عشان تبقى المنظومه كلها على بعضها تخلينا شغالين وبنستقبل الكهرباء اللي احنا عايزينها او الطاقه اللي احنا عايزينها بالشكل اللي احنا بنتمناه. طب ليه احنا بنقول ده دلوقتي؟ لان احنا كنا شايفين ده وعارفين ده، واحنا قلنا لكم وقلنا ان في تحديات كتيره موجوده في مصر. مرفق زي الكهرباء زيه زي غيره من المرافق اللي فيها مشكله وعايزه اموال وعايزه استثمارات ضخمه لمعالجتها. بس لازم نكون عارفين ان ده امر ما بيتحلش وما بيتعالجش ابدا في يوم وليله. وانا هفكركم بالاتفاق والعقد اللي بيني وبينكم. انا لما اتكلمت عن الموضوع ده او اتكلمت على الامر ده قلت ان احنا كمصريين كدوله بنواجه تحديات كتير. التحديات دي محدش، وبقولها تاني وبكررها، محدش ابدا لا حكومه ولا رئيس هيقدر يتغلب عليها لوحده. يمكن حد يقول لي الله يعني الكلام ده بقى، طب الفترات السابقه ايه الحكايه؟ أنا هتكلم عن نفسي وفي مضابط مجلس الوزراء موجودة واتقال فيها الرأي ده مع كل اللي كنت موجود معاهم. أقول أكتر من كده،
لأ، أنا كل الناس، كل النخب، كل التيارات اللي قابلتها وأنا مدير مخابرات، أنا كلمتهم على إن في تحديات في مصر، التحديات دي عصية على الحل أمام أي حكومة، وكان دول موجودين، النخب دي موجودة والتيارات دي موجودة، والأمانة الوطنية تقتضي منهم إن هم يطلعوا ويقولوا أيوة ده كان كلام طرح. وأنا لما كلمت مع ناس عايزة تتصدى للمشهد وإدارة الدولة قلت لهم أنتم إن نجحتم هيبقى كويس، لكن إن فشلتم هتحملوا الدين سبب فشلكم من غير قصد. أنا بتكلم منتهى الوضوح كده، لازم تكونوا عارفين إن الكلام ده كان معروف وكان بيتقال بمنتهى الأمانة على إن في مصر مشكلة كبيرة. المشكلة دي عايزة كل المصريين يقفوا ويصبروا ويجاهدوا ويساعدوا عشان نقدر نعبر منها. لكن في أول أنا شفت رد الفعل، وأنا أقبله من الناس لما يكون حد حاطط أكل في بيته والأكل ده يتلف أنا بعذره، ولما يكون واحد راكب أسانسير في بيته ولا في أماكن عمل في مصانع يعني اللي تأثرت بالكهرباء كتير أنا برضو بعذره، بس عايز أقوله ده أمر لازم كلنا نصبر عليه عشان نقدر نواجهه. ليه؟ الضغط ده بيخلي العاملين في المرفق ده بيتصرفوا يعني على الأقل هم متوترين، اللي موجودين في المحطات واللي موجودين في الشبكات متوترين من رد الفعل، وده أمر بيخرجنا وإحنا بنتحرك وبنشتغل أو بندير أزمة ما بنديرهاش بالشكل الجيد، ممكن نأذي نفسينا. فعشان كده أنا بكلمكم بقول لكم خلي بالكم، انتوا بتتكلموا عن امر ما تمش مجابهته من سنين، كنت ممكن اسكت، لكن ما يجيش بعد سنه يقول لك الله انت بقالك سنه عملت ايه. صحيح، لا انا بتكلم من دلوقتي بعد شهرين، الازمه انا قايلها لكم قبل كده ووضحت لكم موقفها، مش دي ازمه الكهرباء بس، ازمه كل مرافق الدوله عايزين نتجاوزها وعايزين نعبرها، ودي محتاجة مننا إن القائمين على الأمر في كل مرفق من مرافق الدولة يكونوا أمناء ويكونوا عندهم الجرأة عشان يشتغلوا بمنتهى القوة وبمنتهى الفاعلية ولا يترددوا في اتخاذ القرار المناسب اللي هم محتاجين ياخدوه عشان يواجهوا المشكلة أو الأزمة اللي هم بيقابلوها. أنا بتكلم دلوقتي عشان أفكر نفسي ونفتكر مع بعض ان احنا عندنا مشاكل كتير، والمشاكل دي ما كانتش مستخبية، واحنا اتكلمنا عنها وقلنا ان المشاكل دي هنعالجها مع بعض. انا على سبيل المثال لما اجد الاعلام، وانا مش زعلان من ده بس بقول له خلي بالك انت بتعمل ايه، يعني لما الاقي في الجورنان الحكومة منورة، هو المعالجة كده لما تيجي تقول مش عارف في نص ايه، هو الامر ده انتوا مش متوقعين ولا ايه؟ انا في ناس كتير قالوا لي ما تتكلمش واكتب واقرا اللي بتكتبه بس، لكن انا قلت لا يمكن ابدا هتكلم معاكم الا انسان ومواطن ومسؤول، الى انسان ومواطن مصري، مش هتكلم كلام مترتب قوي، هقول كلام من واقع المسؤولية ومن واقع الأمانة اللي بيني وبينكم اللي انتم حملتوني عنها أو حملتوني بيها. أنا قلت في الأول احنا تحملناها مع بعض، والشق بتاعكم من فضلكم اصبروا، ولازم تكونوا متأكدين ان احنا هنتغلب على كل ده، بس أبدا مش هنتغلب عليه يعني في شهر واثنين وثلاثة، احنا بنسابق الزمن في كل حاجة. أكلمكم على مرافق تانية يعني مرفق الصرف الصحي، وبالمناسبة مرفق المية والصرف الصحي مرتبط بالكهرباء،
يعني لما يحصل مشكلة في الكهرباء بتؤثر جدا على المرافق التانية، وأدائها بيبقى بيتراجع إن ما كانش بيتوقف، يعني الأزمة بتبقى مضاعفة. أنا ما اتكلمتش على إن ممكن يكون موجود ناس كمان بتحاول تعرقل، يعني بتعرقل الضعيف. يعني مش مثلا إحنا المرفق عندنا في منتهى القوة والمناعة، لا، ده كمان هو بالضعف ده في ناس كمان عايزة تعرقله أكتر، عايزة تأثر فيه أكتر. ليه تعمل كده؟ عشان أنتم يا مصريين، الشعب المصري يعني يتأثر ويبقى غضبان ويبقى مستاء ويبقى زعلان. لا، احنا بنجابه حاجات كتير قوي، دي معركة وجود، احنا بنحارب معركة وجود. المعركة دي كانت بدأت من سنين طويلة فاتت لهدم البلد دي، ودلوقتي احنا بنحاول نوقفها ونرجعها تاني. بس اوعوا تتصوروا ان ده هياخد بالسهل وبسرعة، لا، ده هياخد وقت وهياخد مننا جهد، واحنا قادرين عليه، كلنا قادرين عليه. انا متأكد من كده زي ما انا بتكلم معاكم. انا قلت اللي لو اتكلمنا على مرافق اخرى عشان بس ادلل على حجم التحدي. انا يعني عندنا اكتر من 4500 قرية من قرى مصر، وفي اكتر من توابع لها، يعني منشآت صغيرة اكتر من 40,000 تابع على خريطة مصر. قد ايه منهم معمول فيهم صرف صحي؟ قد ايه منهم تفتكروا كام؟ 10% ولا 20% ولا 80%؟ لا يتجاوز 20%. طب انا بقولها ليه؟ بقولها لان ده امر بيؤثر على المية، وبيأثر على الصرف، وبيأثر على الزراعة، وبيأثر على الصحة، حاجات كتير. يعني عشان نعمل بس يعني 10-15% من المجهود اللي عايز يتعمل، احنا بنتكلم في مليارات، مليارات الجنيهات. هي لو موجودة مش هيبقى في مشكلة، هنعملها. وارجع تاني اقول وافكركم ان الموازنة بتاعتنا اربع اقسام، قسم منهم ربع يعني ده عجز مش موجود بنستلفه. طب انا بكرره ليه؟ عشان ما ننساش، انا ما بنساش ولازم كلنا ما ننساش. الربع التاني هو عبارة عن خدمة الدين. خدمة الدين يعني ايه؟ يعني فوائد بندفعها، لكن الدين هيفضل ثابت او يزيد بالطريقة اللي احنا ماشيين بيها ديت. الربع الثالث الدعم، وانا كلمتكم على موضوع الدعم قبل كده لما خففنا جزء منه، احنا خففنا خمس الدعم هو اللي اتشال فقط، وعمل الاثار اللي احنا بنتكلم فيها. وان في ناس، وانا معاكم في ده، في ناس مساكين كتير وفقراء كتير، ولازم نخلي بالنا من ده واحنا بنتحرك. بس انا بقوله عشان افكر نفتكر مع بعض. المتبقي كام بقى؟ المتبقي مش كتير عشان نخش على مرافق الدولة مرفق مرفق ونعالج مسائله دلوقتي او في خلال 2-3 أو 4، لا، وبنتحرك في الاستثمار وفي كل اتجاه عشان نعظم الموارد اللي ممكن تيجي لمصر، اللي ناخدها ونحل بيها المسائل اللي بنتكلم عليها. انا كنت بتكلم مع وزير التربية والتعليم من كام يوم، وكان المخطط ان دايما نعمل في حدود 100-150 مدرسة كل سنة، وبفضل الله احنا نجحنا ان احنا نعمل حوالي 1150 مدرسة خلال السنة ديت. رجال الاعمال دفعت، والاشقاء ساعدونا، وموازنة إضافية كده. تصوروا، هو كان بيكلمني في 51,000 مدرس محتاجينهم. طيب ما نعينهم،
طيب هنديهم مرتبات منين؟ انا بقول الكلام ده ليه؟ حد تاني يقول لا لا الكلام ده ما يتقالش. لا الكلام ده يتقال، والكلام ده لازم تعرفوه. يعني عملنا المدرسة وبندور دلوقتي على التمويل، ازاي ندي المدرسين دي، المدرسين اللي احنا بنتكلم عليهم اللي هم يشغلوا دول، المرتبات عشان المدارس دي تشتغل. انا عايز اقول لكم وارجو ان انتم ما تتألموش من ده، ان احنا زي ما قلت كده لازم ننتصر في معركتنا، ولازم ناخد مصر، ومصر تكون في المكان اللائق بيها. مصر لازم تكون في المكان اللائق بيها. لو كلنا مع بعض، كلنا مع بعض اشتغلنا على ده، وقلنا ان احنا نقبل التحدي ده وهنصبر عليه، احنا هنستطيع ان احنا نحقق المستحيل، ومصر تبقى في المكان اللي كلنا بنتمناه ليها. كان لازم اقول لكم الكلمتين دول عشان يعني بغض النظر احنا هنعمل ايه، مع في لجنة بتشكلها وقلنا يتحط فيها او يبقى يتضم كمان يعني اساتذة من الجامعة وكده، مع الوضع في الاعتبار ان احنا كنا مشكلين لجنة من شهرين من كل التخصصات، من وزارة الكهرباء ومن اساتذة الجامعة ومن الكلية الفنية العسكرية ومن القوات المسلحة الهيئة الهندسية، عشان نعمل مراجعة لكل محطاتنا ونبقى بنساعد بعض. فالتقرير اللي احنا شغالين عليه عشان نعرف الأسباب الحقيقية للأزمة اللي احنا مرينا بيها دي، واحنا مش هنخبي عليكم حاجة، مش هنخبي عليكم حاجة. مجرد التقرير ده الفني اللي بيقول حدود الأزمة، ان اثناء ما كان في مناوره حصل انهيار للشبكه، هنقول بمنتهى الشفافيه بمجرد التقرير ده ما يخلص. انا متفائل جدا بالمستقبل، يعني متفائل جدا ببكره، بس انا كان لابد ان انا اتحدث معكم واقول لكم واتكلم معاكم واصارحكم، وكمان اصارح الاعلاميين اللي أنا مرتين كلمتهم على إن مهم قوي إن هم يبقوا كلنا بنتكلم لغة إيه؟ لغة الفهم الحقيقي لحجم المشاكل اللي موجودة عندنا أو لأي حاجة إحنا بنتكلم فيها، ثم نقول إحنا عرفنا، طب نقدر ولا ما نقدرش؟ نقدر، يبقى عرفنا زي ما بقول عارفين وقادرين. مهم قوي إن إحنا نبقى عارفين، مهم قوي ان احنا نبقى واعيين لكل مشاكلنا، وان لان ده بدايه الحل الحقيقي، ان احنا نبقى عارفين المشكله وحجمها، ثم نتحرك ان احنا نتغلب عليها وننجح. وان شاء الله احنا بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضلكم يا مصريين، كل الشعب المصري وكل المخلصين والأمناء والشرفاء، هنحقق الأمل اللي احنا يعني بنتطلع إليه، بنبص عليه كده. الموضوع التاني اللي مهم قوي ان احنا نتكلم فيه برضو مع بعض، وانا بقول ان احنا في تحدي حقيقي بيقابلنا. انا هتكلم على شهدائنا اللي استشهدوا خلال اليومين اللي فاتوا في العريش. احنا قلنا ان احنا في مواجهة مع ارهاب ومع بشر عايزين يهدوا الدولة، وبيعتبرونا مش منهم، بيعتبرونا اعداء، واحنا بنتحرك معاهم وبنجابههم، بنحاول نجابههم يعني بمنتهى الحزم، صحيح
ومنتهى الحسم صحيح، لكن كمان بنبقى حريصين على ان احنا واحنا بنعمل ده، وانا بكررها يمكن دي رابع مرة، على ان احنا ما يبقاش في تجاوز. تجاوز يسيء او يؤذي البشر او الناس اللي موجودة في المناطق ديت، عشان ما يبقاش في ابرياء يسقطوا او يتأذوا من المواجهة ديت. احنا قلنا ان الموضوع ده احنا حققنا فيه نجاح كبير بالمناسبة، وبقول لكم انه برضو مش هيخلص بسرعة يعني، ونجد الاستقرار اللي انتم بتتمنوه في يوم وليلة، لكن احنا شغالين على كده. بس احنا محتاجين كمان منكم، من كل المصريين، من كل الشعب المصري، ان هو يبقى عينه معانا وايده معانا. انا في حي فيه مولدات او محطات او محولات كهرباء، خلي عينك معايا، ما تخليش حد يقرب منها، دي بتاعتنا كلنا، لان يعني عشان ما حدش ابدا يقدر يقرب منها. لو هم اللي هم اهل الشر واهل الدمار لو لقونا كلنا منتبهين لحاجتنا، مش هيقدروا يقربوا لها ومش هيقدروا يأذوها. مش هيبقى بس الشرطة والجيش، لأ، ده يبقى الشعب المصري كله بيحافظ وبيدافع عن حاجته. أنا طبعا في تعاون كبير قوي، وفي ناس كتير بتبلغ عن حاجات كتير، محتاجين أكتر، لكن برضو برجع تاني بقول إن اللي حصل هناك في العريش، احنا عزاء كل الاسر، مش هقول فقدت ابدا، لا ما فقدتش، لان ده شهيد الدفاع عن ارضه ووطنه وناسه، وانا بقولها لكم تاني واسألوا، شهيد الدفاع عن ارضه ووطنه وناسه، هما بيستشهدوا عشان احنا كلنا نعيش واحنا كلنا نتقدم. فهم ابدا لم يسقطوا ولم يفقدوا، لا، دول واقفين، واقفين كويس قوي عشان خاطر بلدهم، وهم بيقدموا حياتهم ودمهم عشان خاطرنا كلنا. فالتحية ليهم والاحترام ليهم والتقدير ليهم، وربنا سبحانه وتعالى يجمعنا بيهم في الجنة إن شاء الله. ومنهي كلامي إن أنا بطلب من ربنا سبحانه وتعالى، بقول له يا رب على قد إخلاصنا ومن فضلك ومن عظمتك ومن قدرتك ساعدنا. تاني بقول يا رب إذا كنا إحنا مخلصين في البناء، مخلصين في التعمير، مخلصين في الإصلاح، ساعدنا، وإن شاء الله ربنا هيساعدنا. مرة تانية وبقول تحيا مصر، وتحيا مصر، وتحيا مصر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.